نروح لمبادرة من المبادرات الرئاسية واللي معظمها طبعا بيكون فيه اهتمام كبير بصحة المرأة المصرية، عشان كده كانت آخر مبادرة أطلقها السيد الرئيس خلال افتتاح مجمع الصناعات الغذائية في مدينة السادات هي الكشف وتوعية الرغبات في الإنجاب، وكان قبلها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ده غير طبعا مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. كل دي مبادرات هدفها في الأساس هو الحفاظ على صحة المرأة المصرية. صحة المرأة المصرية هي دائماً على رأس الأولويات في المبادرات الرئاسية، وكان آخر ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع سايلو فودز تنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب. أيضاً انطلقت مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، وتستهدف الاهتمام بصحة الطفل وقت ولادته أو بعد ذلك من مراحل عمرية، وامتدت لتضم الكشف عن صحة الجنين. وأعلنت الحكومة عن فحص 1,000,000 سيدة للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين، مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار 100,000,000 صحة، وذلك منذ انطلاقها في مارس من العام الماضي وحتى الآن. وتأتي ضمن تلك الجهود أيضاً مبادرة أنت الأساس، وتستهدف الكشف المبكر على سرطان الثدي في عدة محافظات، ويصل إجمالي عدد من تم فحصهن بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة 15,732,618 امرأة منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو عام 2019 وحتى الآن. هذا بجانب مبادرة الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28,000,000 امرأة بجميع أنحاء الجمهورية.